يا روح قلب منال، ما تقلقيش عليا خالص خالص، انا كويسة وزي الفل. وبصراحة بقى مبسوطة جدا 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 جدا، وسعيدة جدا 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 جدا. الله الله الله، الحكاية اللي جايبك مبسوطة قوي كده؟ وانتي يا احلى صرية في الدنيا، تكرهي برضو ان بنوتك حبيبتك تبقى مبسوطة وطايرة من على الارض تطير؟ لا مكرهش. جواز حسام من سلوى مش هيسبب لك اي جرح او الم، ما تنسيش انك حلفتي بالمرحوم. والله العظيم اللي احسن الدنيا دي كلها ان يوم المنى عندي يوم اشوف حسام متجوز سلوى. يا عمي انت متعرفش غلاوة حسام عندي، ده غلاوته من غلاوة احمد اخويا واكتر. بس انا طلبت اني ما اطلقش عشان اتجنب مشاكل حماتي، انا مش عايزه يجي يوم من الايام ولاقيها بتحرمني وبتبعدني عن ولادي. انت كده طمنتيني يا بنتي، لان راحتك عندي تهمني وانت عارفه. ازاي يا منال توافقي على حكايه الجواز العرفي دي؟ انت ما بتسمعيش عن المصايب اللي بتحصل من وراه كل يوم؟ يا سو، ما احنا كنا متفقين ان هما يومين بس. يعني خلاص خلاص يا منال وقفت على اليومين؟ وكنت استنيتي؟ طبعا هو لقى حضرتك مستسهله راح هو كمان استسهل بدون اي التزام عليه. لو كنت صبرتي شويه كان زمانه دلوقتي غصب عنه خد خطوه رسمي. بس بقى كفايه، حرام عليكي حرام عليكي يا زهى. وانا جايباكي تساعديني ولا جايباكي عشان تأنبيني؟ انا في المصيبه ولا انا فيها دي؟ طب بس اهدي اهدي عشان نعرف نفكر. دلوقتي احنا خلاص اتاكدنا ان انت حامل، يبقى لازم بقى نشوف حل ونتكلم البي اللي اسمه باسل. ما هو المصيبة اني ما اعرفش اتصل بيه. يعني ايه ما تعرفيش تتصلي بيه؟ اصل هو كان مديني نمرة قديمة واتغيرت، والنمرة الجديدة قال لي ما ينفعش تاخديها خالص عشان بابا ممكن يرد عليها وتحصل مصيبة. ايه ده؟ ده كلام فارغ، ده تهريج. هو ده اللي حصل بقى يا سو. خلاص يبقى نروح. انا منال لو سمحتي ممكن اقابل عادل؟ عادل؟ عادل مين؟ عادل زيدان الطالب في كلية الآداب. اه عادل، بس هو مش ساكن هنا. نعم، مش ده بيته؟ لا ده بيت صاحبه. صاحبه؟ طب تعرفي فين بيت عادل؟ اه طبعا، بصي هو في نفس الشارع ده على نفس صفنا، نمرة 4 دور الارضي. ثواني، يعني انت متأكدة ان ده مش بيت عادل؟ بقولك ده بيت صاحبه وانا اخته، يعني دي شقتنا احنا. باسم معرفش. احنا عايزين عنوانه. عنوانه معرفش. ما تعرفش ايه؟ ما تعرفش عنوانه ولا ما تعرفش باسم نفسه؟ لا ما اعرفش عنوانه. ازاي ما تعرفش؟ انت مش باباك بيشتغل عنده؟ بابا انا؟ يا ابني انتوا مش ساكنين في جنينة الفيلا بتاعتهم؟ جنينة انا؟ مش مهم، المهم دلوقتي انا عايزة نمر التليفون وعنوانه ضروري جدا. عايزينه ضروري يعني؟ ضروري قوي يا عادل. تفتكر يعني ايه اللي هيجيبنا لحد هنا الا اذا كنا فعلا عايزينه ضروري؟ عايزينه في ايه بالظبط؟ حاجة ما تخصكش، أنا عايزة نمرة تليفونه وعنوانه. طب قولولي حاجة أبلغها له يعني، لكن موضوع تليفونه وعنوانه لا أنا مش هقدر. يا سلام، ليه بقى إن شاء الله؟ هو اللي موصيني. موصيك ما تديش نمرة تليفونه وعنوانه؟ موصيني ما تديش لأي حد لا تليفونه ولا عنوانه. يا سلام، ليه حضرته بقى عمر الشريف؟ بقولك إيه؟ خلاص يا سهى، قول له يا بني بكرة الساعة 7 المغرب في البنسيون. بنسيون؟ قول له كده وخلاص، هو هيفهم. معقولة؟ عايزاني امشي مع واحد وانزل اقابله في كازينوهات واكل واشرب معاه وكمان يصرف عليا؟ معقول الكلام ده؟ لا يا حبيبتي، هو شافك من فتره ومعجب بيكي قوي، وبعدين عايز يقعد معاكي عشان يتقرب منك وبعدين يتقدم لك. طب ويصرف عليا بمناسبه ايه؟ ما انا شرحت له كل ظروفك وقلت له ان هي بنت مش بتاعه فسح ولا تنطيط، وعايزه اللي يمشي معاها يتقدم لها رسمي. هو وافق على طول، وبعدين هو عايز يثبت لك حسن نيته وانه شريكي. بصراحه بقى الحكايه دي مش راضيه اقتنع بيها ابدا، مش راضيه تخش دماغي. حبيبتي انت عايشه بين اربع حيطان، مش عارفه ايه اللي بيحصل بره. انت محسساني ان انا من كوكب تاني. ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ وبعدين الناس دي بتجيبيهم منين؟ حبيبتي الناس دي معاها فلوس كتير قوي، وبعدين اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره؟ وبعدين يعني ما يجيبش بنات ليه ويصرف عليهم ويتفسح؟ واللي هيرتاح لها في الاخر هيتجوزها. سيبيني افكر، هقلب الموضوع في دماغي وهرد عليكي.
أنا النهاردة رحت الغرفة التجارية ومصلحة الشركات، ما لقيتش أي شركة استيراد وتصدير باسم إبراهيم أبو السعود. مش ممكن، أنت بتقول إيه؟ والله هو ده اللي حصل، ولو مش مصدقة ممكن تيجي معايا بكرة وتسألي بنفسك. طب هيكون بيكذب عليا ليه يعني؟ وكمان رحت كلية الألسن وقريت بنفسي أسماء كل الناجحين واللي طالعين بمواد والساقطين كمان، مفيش أي حد اسمه باسم إبراهيم أبو السعود. كمان؟ ها؟ إيه رأيك بقى؟ لسه برضه متمسكة بيه؟ أنا أنت دلوقتي متضايقة ليه؟ كويس قوي إن إحنا عرفنا الحقيقة من الأول بدل ما نتدبس في خطوبة وشبكة ومواويل ملهاش أول من آخر. ايه يا منال؟ ايه يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه بس؟ البني ادم الكذاب ده ما يستاهلش دي مع واحدة من دول. ما هو درس يا حبيبتي، درس عشان تتعلمي انك انت ما تصدقيش حد بسهولة بعد كده. وارجع واقول لك نحمد ربنا ان احنا عرفنا الحقيقة كلها واحنا لسه على البر. على البر؟ انا اقصد ان لو هو بيحبها وهي مش متجاوبة معاه كان لا يمكن اقف معاهم في جوازهم. أنا كل اللي يهمني هي مشاعر سلوى. وأنا اللي يهمني المحافظة على بنتي وسمعتها. ما أنا قلتلك هما استأذنوا وأنت نايمة، واللي أخرهم دلوقتي إنهم بيكملوا الورق اللي هيوثقوه في الشهر العقاري. هدي أعصابك بقى، أنا عارف إن كل اللي حصل لك ده نتيجة إحساسك إن حسام هياخد منك سلوى ويسافر. فعلا أنا مش عارفة أعيش من غيرها إزاي. هتعرفي وهتتعودي لأن دي سنة الحياة. الدنيا عمالة تفضى من حواليا والله يا فاطمة. مش عارفة لما يسافر حسام هعمل إيه؟ ما قلنا كده من الأول، قلت اطلعوا من البلد. المهم دلوقتي ادعي له إن ربنا يرجعهولنا بالسلامة، مرفوع الراس ومجبور الخاطر. يا قادر يا كريم يا رب العالمين. إيه ده؟ هو عنده شركة ومعرض كمان؟ ده عنده حاجات لو شفتيها تتهوسي عليها. لو شفتي عربيته تتجنني. يا رب ياسمين يبقى من نصيبي. انت وشطارتك بقى. يعني ازاي ابقى شاطره في الحاجات دي؟ ازاي؟ مش فاهمه يعني. بصي حبيبتي، الناس الاغنياء دول ما يحبوش الواحده اللي تقول لهم لا، يعني يحبوا الواحده المطيعه اللي تسمع الكلام وتنفذ كل اللي يطلبوا منها. هتكسبيه على طول. حاضر، بس يطلب طلبات معقولة. معقولة ازاي يعني؟ ما يقوليش تعالي قابليني بالليل، اقعدي معايا وقت طويل. ما انت عارفة انا ما اقدرش عشان بس ماما. انا ما يهمنيش موضوع الفرح ده خالص بصراحة، مش فارق معايا. ازاي بس؟ لاحظي الاحتفال بكتب الكتاب هو الفرح الوحيد، لان الدخلة هتكون سكتي. ايوه، العريس مش هيكون موجود في مصر، هيكون هناك في بلاد الفرنجة. الا اذا قررت انك تعملي فرح لوحدك. انتوا بتهزروا؟ انا بتكلم جد. قلتي مش عايزه شبكه، قلنا معلش، قلنا الدخله هتكون سكتي عشان العريس مسافر، قلنا زي بعضه. كمان مش عايزه فرح في كتب كتاب، ليه كده يا بنتي؟ الله، طب ما طنط انا قلت اجيب شبكه وسلوى رفضت وقالت انا اكتفيت بدبلتين. يا حبيبي انا ما بتهمكش بحاجه، هي اللي رافضه اي مظاهر للفرح مش عارفه ليه. يا ماما، يا ماما، يا روح قلبي، الفرح ده في القلب، عمره ما كان بلبس الذهب ولا بفستان الفرح. وبصراحه بقى الفرحه اللي بجد هي ان الانسان يكون واثق من اختياره، وان هيقضي بقيه حياته مع انسان يحبه ويسونه.